الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من شهرين أجبرت نحو مليون امرأة وفتاة على النزوح داخل القطاع، وفق ما يؤكد خبراء من الأمم المتحدة، مشيرين أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية واضحة لضمان ألا يؤدي استخدام القوى لتهجير جماعي للمدنيين. وفي منشور على موقع إكس، أشار الخبراء إلى اطلاعهم على تقارير تفيد بأن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل نحو 12 ألف امرأة وطفل منذ بدء الهجوم على القطاع في 27 الأول أكتوبر الماضي. كما أوضح الخبراء أن ما يقارب 1,100,000 امرأة وفتاة بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية تتمثل في الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي، داعين إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لحماية الحقوق ومستقبل المدنيين، خاصة النساء والفتيات. المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جيما كونيل قالت إن أهم شيء الآن هو إنهاء الحرب، مشيرة أنه مع استمرار الحرب فلا بد أن تقدم تسهيلات للأمم المتحدة للوصول وتقديم المساعدة على نطاق واسع. وفي وقت سابق حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هيستينغز من أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية عامة بعد انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض جراء التكدس السكاني. وذكرت هيستينغز أن ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2,300,000 نسمة موجودون الآن في رفح في الطرف الجنوبي من القطاع هاربا من القصف الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك لا يؤدي إلا إلى أزمة صحية.